برحب بحضراتكم معنا مرة تانية. على المستوى الخبري تعاملنا وكل وسائل الإعلام امبارح تعاملت مع الخبر المهم اللي ليه علاقة بإيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك وإحالة المخالفات اللي تم رصدها للتحقيقات للنيابة العامة لاتخاذ طبعا القرارات والإجراءات وكل ما يلزم في هذا الملف. وتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة أعمال النادي وبدورها هي كمان يعني شكلت لجنة لإدارة الكرة. فطبعا بقى في تساؤلات كتيرة ومشروع الحقيقة نادي الزمالك هو نادي طبعا عريق ومهم وأحد قطبي الكرة المصرية، وكنا طبعا بنشيد وما زلنا بالأداء الرائع والمشرف اللي شفناه واللي جمع ما بين نادي الأهلي ونادي الزمالك، وكانت صورة رائعة وقلنا انتصار للرياضة المصرية والكرة القدم المصرية والنادي الأهلي ونادي الزمالك وإضافة بالتأكيد للمنتخب. جه قرار المتعلق بنادي الزمالك أثار تساؤلات كتيرة عن توقيت هذا القرار، وهل هو كان في صالح النادي ولا ضده، ولا بعد انتهاء طبعا المباراة لو كان قبلها كان ممكن يأثر على الناحية النفسية والمعنوية للاعب. طيب هو ده تصحيح مسار اللي ممكن يحصل داخل نادي الزمالك، مصير المجلس المؤقت، طيب مصير المجلس اللي تم إيقافه، النادي نفسه أو فريق الزمالك لأي مدى الكلام ده هيأثر عليه إيجابا أو سلبا، التعاقدات التجديدات، داخلين على مباريات مهمة وكاس مصر والدوري، طيب ده هيحصل يعني بأي شكل والأجواء عاملة إزاي وردود الأفعال وإدارة الأمور داخل نادي الزمالك. بيشرفنا النهاردة في الحياة اليوم معانا نجم من نجوم نادي الزمالك كابتن عصام مرعي نجم نادي الزمالك السابق، وطبعا يعني بحكم الخبرة والانتماء هو أقدر من يحدثنا طبعا عما يدور داخل نادي الزمالك والكواليس والأجواء دلوقتي بشكل عام. وعلى فكرة كمان إن شاء الله نحاول يكون معانا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علشان لتوضيح برضو الأمور ولطمأنة جماهير نادي الزمالك ويعني المجتمع المصري بشكل عام، لأن أي تغيير وأي حاجة جديدة بتحصل بيبقى فيه علامات استفهام فمن الضروري الرد عليها. كابتن عصام أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا. أهلا بيك يا أستاذ لبنى، وشرف لي أن أنا موجود مع حضرتك. يا رب يخليك. طبعا دايما اتكلمت عن الماتش في الأول نشيد بأداء نادي الزمالك المشرف الحقيقة، وطبعا في سلبيات حصلت بس نعديها الحمد لله يعني، وإن التعصب يعني الحمد لله ما كانش موجود بالشكل الكبير إلا في مواقع التواصل والاستثناءات اللي حصلت دي. لكن بشكل عام أنا عايزة برضو انطباع حضرتك لأن ده كان حدث مهم وإضافة للكرة المصرية. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بشوف إن اتعمل في قبل المباراة في تسليط الضوء بالنسبة للسوشيال ميديا بالنسبة لا للتعصب يعني المبادرة دي على فكرة، واللي عملها طبعا الدكتور أشرف صبحي طبعا وزير الرياضة، فأعتقد إن كله امتثل. اللعيبة كان عليها دور كبير جدا إنها تأكد ده في الملعب بشكل كبير جدا. انا كنت شايف ان الصوره كانت بين اللعيبه ومن بعضها كانت في يعني علاقه طيبه جدا باللعيبه وبعضها، كان في تركيز في الملعب، كل فريق كان مركز في شغله، كل فريق كان بيسعى ان هو يكسب النهائي الافريقي، كل فريق كان عنده اراده وكان عنده تصميم بشكل كبير جدا. خليني اقول لك من النواحي الفنيه، انا بشوف لو انت ذكرتي نقطه مهمه جدا، كان في بعض المناوشات ممكن بعد المباراه دي بتبقى طبيعيه خالص، اللي هي احنا بنقول عليها بلغه الكوره شده الملعب والنرفزه والعصبيه. ثقافه المكسب والخساره، لما بكون كسبان انا ببقى كسبان بفرح، بس بفرح في اطار معين ما بتجاوزش. في نفس الوقت بيبقى في حاجه اسمها في برضه في الفير بلاي على مستوى العالم كله، ان انا احاول ان احترم الخاسر. يعني احترم شعوره واحساسه، احترم شعوره والاحساس. ودي ثقافه احنا بنحاول بقدر الامكان، لازم دي مدرسه كبيره او لازم نسعى عليها بشكل كبير جدا ان احنا ندرسها من الصغر بالنسبه للنشء بتاعنا والصغيرين. الحاجه الفنيات في المباراه، الزمالك تفوق وسيطر على اغلب فترات المباراه من اجمل واروع المباريات اللي عملها نادي الزمالك. عشان كده انا بقول لجماهير نادي الزمالك ما تزعلوش على ان راح منكم، كان عندكم امل وكان عندكم حلم ان تاخدوا البطوله الافريقيه، لان كان البطوله الافريقيه ابطال الدوري الحمد لله الواحد خدها مرتين، فكنت ببقى حاسس بثقه غير طبيعيه يا استاذ لبنى، وبحس ان انا ممكن حتى لو قابلت برشلونه وريال مدريد وده طبعا مستحيل، بس ممكن اكسب من كتر الثقه والقوه اللي بتيجي للواحد. في نفس الوقت بتوديكي لبطولات كبيره تانية. يعني هيلعب مثلا السوبر الافريقي مع فريق نهضه بركان المغربي، وبعد كده هروح كاس العالم للانديه. تشريف كبير جدا، في نفس الوقت كمان هبتدي اخش في بطوله كاس مصر كمان، يعني بطولات كتيره قوي. حلو قوي الاجواء بقى واللي احنا داخلين عليه. وبعد انتهاء الماتش سمعنا القرار الخاص بايقاف المجلس، كان رد الفعل او الانطباع المبدئي على طول اول ما سمعت القرار ايه؟ شوفي انا بحزن قوي
من موضوع ان لما نادي الزمالك الكيان الكبير قوي ده مش الافراد، يعني الافراد بتروح وبتروح وبتيجي على مستوى مجالس الادارات وعلى مستوى اللاعبين وعلى مستوى كل اللعيبه، لكن بيبقى الكيان، لان الكيان نفسه هو ملك الجماهير بشكل كبير جدا. لكن في نفس الوقت القرار كان صعب جدا، الزمالك بقى له فتره مستقر بشكل كبير قوي وده ما كانش بيحصل كتير. في نفس الوقت عنده فريق كبير وعنده فريق متكامل في كل الخطوط، الزمالك بقى بيجيب افضل صفقات دلوقتي وبقى عنده ميزانيه. قبل كده الزمالك كانت ميزانيته تحت الصفر، ما كانش بيقدر يجيب لعيبه او كواليتي لعيبه على مستوى فني عالي جدا. دلوقتي الزمالك بقى بيقدر يجيب افضل لعيبه في الوطن العربي كله، يعني بيجيب دلوقتي اللعيبه الدوليه اللي بتلعب في منتخب بلادها. تمام. فالزمالك بقى عنده فريق متكامل. الناس كانت متوسمه خير في الفريق، لكن انا بشوف ان الوصول للمباراه النهائيه والاداء الراقي والاداء القوي دوت، انا بشوفه في حد ذاته بطوله للعيبه نادي الزمالك، لان جماهير الزمالك حزينه وزعلانه. لكن كان ممكن الجماهير تزعل جدا لو كان الزمالك كان فيه تقصير في المباراه. الزمالك كان وحش في المباراه. لكن انا بشوف ان هو الوصول من بدايه الموسم الاستثنائي الطويل ده قوي والوصول للمباراه النهائيه ده في حد ذاته وده انجاز يحسب. لكن من ساعه ما سمعت القرار هو ان ضرب الاستقرار هو ده القلق اللي انا، لان جربناه قبل كده في حل المجلس ويبقى في مجلس معين. الفتره دي بتعمل شويه دروب شويه في ان لما انا زي مثلا لما بنشبه ان انا بيبقى في مدرب بيضربني وانا لعيب وتعودت على الكيمياء معاه وفكره واسلوبه، بيجي يتغير يجي مدرب تاني بفكر جديد لسه لغايه ما تتعود تعود وهكذا. وهل همشي معاه مش همشي معاه كيمياء، هنمشي مع بعض، هي دي القصه. لكن انا بشوف ان اللي حصل ده كان معظم الناس كانت عارفاه وحاساه، لانه اتاجل، لان مع تاجيل المباراه النهائيه كان في اشارات وكان في كلام عن تحقيقات ومخالفات، وقالها وزير الشباب والرياضه قال بس كل حاجه في وقتها وهناخد قرارنا. لحد ما تاجلت الامور. كورونا دي اجلت المباراه اكتر من مره، اصابات لعيبه المغرب واصابات كانت في الاهلي وفي الزمالك، لحد ما وصلت المباراه اليوم 27 الاتحاد الافريقي قرر ده ميعادها. السبت اجازه لحد كان طلع القرار. طبعا اللجنه اللي جت كلها قضاء على مستوى عالي جدا، يعني بنتكلم مثلا في القاضي مثلا احمد بكري، محمد في رئيس محكمه الاستئناف، محمد المحامي العام الاول، محامي العام الاول طبعا الاستاذ محمد اثنين رؤساء محاكم الاستئناف ومحامي عام اثنين الأول. اثنين بالظبط كده. وفي لجنه كوره بقى كمان دول ولاد النادي واسماء كبيره قوي اللي هم الادرى بشؤون النادي بقى والفنيات والكلام، الامور القرويه طبعا، وجود شيوخ القضاء والاجلاء دول هيبقى بقى ليهم علاقه بالنواحي القانونيه والاداريه والناحيه التنظيميه داخل النادي. ايوه. ومراجعه كل شيء وكل كبيره وكل صغيره، عشان برضو المحافظه، ما هو انا في الوقت ده انا بخش عشان احافظ على الاستقرار ده واكمل من نهايه ما المجلس ساب واشوف فيه لو في سلبيات انا بعالجها وبمشي بنفس المنوال ولكن بمنهجيه. بس مش هيقدر ينسف ما تم. لا 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 ما اقدرش انسف. لان في لما كل واحد بيفكر انه ينسف اللي فات هنبدا من نقطه الصفر، لكن انا بكمل من نفس المسيره، لو في سلبيات انا بحاول اعالجها بصححها واكمل على هذا الاساس. طيب التعيينات بقى بتاعت لجنه الكوره، كابتن ايمن يونس طبعا بقياده كابتن ايمن يونس، كابتن اشرف قاسم، وكابتن عبد الحليم علي مدير للكوره، الاختيارات دي رايك فيها ايه؟ اختيارات موفقه جدا، انا سعيد بها جدا، كلهم زمايلي ولكن اختيار بعنايه فائقه جدا، لان كلهم اسماء كبيره، كلهم مثلوا مصر بشكل كبير جدا، كلهم عندهم تاريخ كبير جدا، كل واحد في مكانه كان ليه بصمه مع نادي الزمالك ومنتخب مصر بشكل كبير جدا على المستوى الاداري وعلى المستوى الفني، لان فيهم المدربين وفيهم كمان اللي في الاعلام زي الكابتن ايمن يونس، موجود في الاعلام بشكل كبير جدا جدا جدا، وتحليله الفني الرائع، بيتكلم على عبد الحليم علي طبعا، يعني واحد من افضل المهاجمين اللي كان في نادي الزمالك، هداف نادي الزمالك التاريخي في البطولات الافريقيه، برضه على المستوى الاداري هايل جدا. كابتن اشرف قاسم طبعا افضل ما لعب في مركز الليبرو كمان ومنتخب مصر بشكل كبير جدا، مدرب بقاله 20 سنه عنده، برضه كلهم عندهم الاسلوب والطريقه والتعامل النفسي والمعنوي قبل الامور الفنيه كمان بشكل كبير. انا بشوف ان هم هيقدروا يحافظوا. هيبقى ايه دورهم بقى يا كابتن؟ الدور هيبقى بالنسبه لهم ان هم اولا اعتقد المباراه بتاعت بكره دي بسرعه قوي، فمش هيبقى في وقت ان هم يقدروا يقعدوا عشان يتكلموا، فممكن تكون في اجتماع بعد هذه المباراه بشكل كبير، بس ممكن يكون الكلام ممكن يكون نفسي ومعنوي بس في تشجيع اللعيبه بشكل كويس جدا، حته الطمانينه والثقه. لكن في حاجات اسمها في عقود،
هو احنا كده مدرب جهاز فني الكلام ده كله ده مكمل زي ما ده موجود زي ما هو وانا ما يقدرش يتمس طبعا. انا مش عايزك انا جاي عشان مش عايز تمسه اصلا في الوقت ده كمان واحنا داخلين في مباريات برافو عليكي، لان كل الموسم بيلحم في الموسم الثاني كمان وداخلين على بطوله كاس مصر هنلاقي نفسنا في الدوري. لا وهم كمان المنتخب النادي الزمالك كان شغله مميز واداؤه كويس بالظبط كده هم بقى يكملوا المسيره دي. يعني هنا اللعيب بيبتدي يفقد الثقه ويقلق من الجديد اللي جاي، فالمجموعه اللي جايه دي عندها من الخبرات الكبيره جدا يقدروا يتعاملوا مع اللعيبه بشكل جيد جدا بشكل هادي. انما اقول لي يا كابتن اللعيبه بالتغييرات والاخبار والاقالات والحاجات دي كلها بتاثر نفسيا ولا اللي هو احنا مالنا باللي بيحصل، احنا ماتش وبنتدرب ونتيجه والكلام ده ولا بيأثر علينا؟ اللعيبه لازم تعرف ان دي لعيبه محترفه واللعيب المحترف ده كمان لازم يكون يعني حته العاطفه ما تبقاش عنده بزياده او زياده عن اللزوم. هو عارف انه بيلعب في كيان ونادي كبير عنده تحديات كبيره وعنده بطولات كبيره، يرمي العاطفه شويه جانبا، لكن هو بيتاثر شويه من الفتره اللي انا قضيتها مع مثلا المجلس دوت علاقته بيا او رئيس النادي او مجلس الاداره مع الجهاز الفني لما بيقعد فتره وبيمشي بتاثر شويه، لكن ابتدي اخش بشكل تاني بشكل جديد في دوافع جديده وحوافز جديده بالنسبه للعيبه بشكل كويس قوي، لان انا مش ما عنديش فتره راحه طويله اقدر فيها نبتدي نعيد فيها ترتيب البيت. لا ده الموسم لحف في الثاني مباريات ورا بعضها، انا هلعب بكره الثلاث وبعد كده نفسي 5 ديسمبر لو ربنا وفقنا في ماتش بكره هنلعب 5 ديسمبر في نهائي بعد كده نهائي كاس مصر، وبعد كده هلاقي نفسنا بنلعب كمان في البطوله الافريقيه والدوري العام، يعني مفيش وقت. طب ايه اللي المفروض يتعمل في الوقت ده؟ يعني للجنه الكوره مش هقول روشته بس اللي هو يمشوا على ايه، المفترض نعمل ايه علشان فعلا الامور تمشي بشكل بيحصل طبيعي؟ بيحصل ما بين اللجنه المكونه من مثلا القاضي اللي هو الاستاذ احمد بكري المستشار احمد بكري ومع المجموعه كمان الثانيه الاستاذ محمد سيد عطيه وكمان الاستاذ هشام ابراهيم مع لجنه الكوره يبتدوا يشوفوا بالنسبه لعقود اللعيبه اللي هي المنتهيه او اللعيبه اللي هي مش هتكمل مع الفريق او الصفقات الجديده او المقدمات بتاعه اللعيبه للموسم الجديد، بيبقى ليهم مقدمات وليهم شغل تاني. ما هو كل سنه بيبقى لعيب بيبقى ليه مقدمات او نسبه معينه بياخدها، اللي هو مثلا بيلعب 3 سنين في النادي او 4 سنين في النادي بكل سنه بياخد حصه بتاعته من الفلوس وتبتدي تتوزع على الشهور لمده 7-8 شهور، كل شهر بياخد دفعه من فلوسه دي وفي نسب معينه بالنسبه لو انا باخد البطوله بشكل بنسبه 15-20%، لو انا ما خدتش البطوله ممكن يتخصم مني وهكذا. يعني هو بيبقى ليه حوالي 75% من عقده، ال 25 دي بتبقى متوزعه على ان هو لما خدش البطوله ممكن يتخصم منه وهكذا، لكن كل ده بيتنظم بشكل كويس قوي بسرعه في حوالي بنتكلم في 25-30 لعيب اقدر اعرف كل لاعب اللي ليه واللي عليه والحقوق في نفس الوقت. حتى اللعيب اللي هو هيمشي من النادي او مش موجود لازم ياخد حقوقه كامله، لان في حاجه اسمها سمعه النادي واسم النادي، الحاجات دي احنا لازم نعملها، لان انديه بتعمل ده، ممكن لعيب بيسافر وبيروح يلعب في حته ثانيه وبتلاقي فلوسه واصله له وحاجته واصله له، كل دي بتعمل سمعه للنادي بتخلي اللعيب تتمنى انها تيجي نادي الزمالك. لكن انا بثق في اللجنه اللي اتشكلت سواء اللجنه الاداريه بشكل بالنسبه للقضاء وبالنسبه للمحامي العام الاول وبالنسبه للجنه الكوره بشكل كبير جدا ان هم يقدروا يكملوا بشكل كويس جدا. خبرات كبيره لما اتكلم على القاضي رئيس محكمه الاستئناف عندهم من الخبرات الكبيره جدا ان يقدروا يعملوا عمليه التنظيم ده، بتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. لجنه الكوره بالنسبه للمجموعه اللي موجوده دي بثق فيهم جدا ان يقدروا يعني يستوعبوا اللعيبه بشكل كويس جدا، لان اللعيبه محتاجه ان الواحد يشتغل عليهم شغل نفسه معنويه بشكل كبير جدا قبل النواحي الفنيه. الجهاز الفني برضه لازم ياخد الثقه والاطمئنان انه مكمل وبشكل قوي جدا، فاعتقد هتبقى في اعداد بالنسبه بشكل مجموعات كبيره وبشكل جماعي وبشكل فردي، دي هتبقى ليها اثر ايجابي جدا في الدفعه القويه. طب قول لي يا كابتن عصام، حضرتك اشرت لقصه التجديدات والتعاقدات والكلام ده كده والمستحقات الماديه، هو من صلاحيات اللجنه يعني مثلا ايه انا هعمل عقد مع لاعب، انا لجنه بشكل مؤقت ما هيش لجنه منتخبه، ممكن اللي جاي بعد كده يغير ويستغني ويبطل هذا العقد، هل الكلام ده دقيق ولا لا بيبقى خلاص انا بيبقى في لعيبه انا متفق معاها خلاص على 3 سنين يبقى فات منه سنه او سنتين خلاص بيكمل عقده وانا محتاجه اللاعب لازم اكمل معاه العقد، لكن ما تعاقدش مع حد جديد خالص من اول وجديد. لا ما انا بقى في صفقات انا محتاج ان انا اتعاقد معاها، اقدر كلجنه مؤقته اقدر كلجنه ان انا اتعاقد مع صفقات جديده، يعني مش الدنيا هتقف يعني لغايه لما ينتخب مجلس لا جديد. لا احنا بنتكلم في كيان كبير جدا جدا، وانا كوزير رياضه ما بعملش اللجنه دي كمان سواء اللجنه الاداريه او اللجنه الفنيه ديت اذا كان ليها صلاحيات كامله جدا جدا
في ان هم من خلال الصفقات ومن خلال التعاقدات ومن خلال الامور الماليه وكل الحصص اللي بياخدوها اللعيبه بشكل كويس، اللائحه، كل شيء بيدرس بشكل كويس جدا عشان اللعيب يبقى عارف اللي ليه واللي عليه. ما هو انا مش هقدر العب في الملعب الا لما اكون عارف اللي ليا واللي عليا. انا ليه بقول الكلام ده حضرتك؟ عشان نوضح برضو، حضرتك موجود وترد، يعني اللي البعض فاكر وبيتكلم يقول لك دي مؤامره على نادي الزمالك، ويمكن الوزير امبارح رد على الكلام ده انه الدنيا هتبقى مستقره والدنيا هتمشي وفي سلطه اتخاذ القرار ومش هنبدا من نقطه الصفر وهنحقق او هنحافظ على النجاحات اللي اتحققت. فعشان كده انا بتكلم في الجزئيه دي اللي ردا على انه محاوله لهدم النادي. هو لو كان محاوله، احنا بنتكلم لو كان محاوله لهدم النادي في الجزئيه دي، اولا نادي الزمالك عمره على مدار تاريخه كله يعني محدش هيقدر، لانه مؤسسه كبيره قوي في الدوله زي النادي الاهلي، مؤسسه كبيره في الدوله، بيبقى فيه صعوبه جدا ان يبقى فيه هدم لمؤسسه كبيره في والمصلحة الدوله. والمصلحه ايه؟ احنا عايزين إيه؟ الرياضه، كره القدم المصريه. اهلي دايما بيقول لما يبقى الاهلي قوي بيقوي الزمالك، الزمالك قوي بيقوي الاهلي، احنا نكون مبسوطين في الاخر. بنبقى خلاص عارفين ان ده بيصب في منتخب مصر والمنتخب مطمئنين كده. لكن في نفس الوقت احنا كنا فخورين بالمباراه النهائيه ان ظهرنا بمظهر مشرف جدا، حتى كمان في الفير بلاي والتعامل بشكل، ما حصلتش اي مشكله لا من على الدكه من بره ولا جوه الملعب بالنسبه للعيبه من بعضها بشكل كويس. لكن اللي انا عايز اقوله نقطه مهمه جدا، ان الكيان الكبير دوت اللي هو نادي الزمالك، خلاص ايه الحاجه الوحيده؟ لو المجلس نفسه اتحل وخلاص الامور هنا، يبقى في شك في مؤامره. يعني لو اتحل المجلس، طب على اي اساس اتحلت المجلس؟ لكن هنا لما بنتكلم في ايقاف المجلس لحين، لان في جهه اختصاص بالنسبه لنيابه اموال عامه لحد ما ايه تبرئ مثلا المجلس دوت، او يبقى في ادانه في حاجه معينه. فعشان كده لابد من قرار. القرار ده بجهه اختصاص، لان في قانون ومفيش حد فوق القانون في الجزئيه دي. لكن احنا بنتكلم في ان في حاجه اسمها اهدار اموال عامه، الكلام ده هنشوف الدنيا فيها ايه، لان يثبت العكس. يعني زي المتهم بريء حتى تثبت ادانته، لما نشوف الدنيا فيها ايه. لكن في نفس الوقت خلاص بقى في لجنه مشكله، بنتمنى لهم التوفيق بالمسانده والدعم ليهم. اللجنه الفنيه نفس الشيء، كلنا ثقه فيهم بشكل كبير جدا ان هم يكملوا مسيره، لان احنا كلنا على مدار من ايام من 1911 نادي الزمالك وحيدر باشا، وبعد كده مرورا بنادي المختلط وفاروق، لحد رؤساء الانديه واللعيبه وكل النجوم دي كلها، تاريخ كل ده، التاريخ الكبير ده كله التاريخ الكبير ده كله، كلنا ما بنخش وبنخرج بنحاول نجتهد ان نحط الزمالك في افضل مكانه. لكن في نفس الوقت الكيان الكبير ده ما بيتهدش. الكيان الكبير ده ان نادي الزمالك ملك لجماهيره، جماهيره العاشقه العظيمه الوفيه الصبره كمان، لان بتصبر كتير قوي في المحن. لا انتوا مريتوا بحاجات كتير قوي. لكن عايز اطمن بس، عايز اطمن جمهور نادي الزمالك ان ما تقلقوش، اطمنوا جدا. انا عارف ان انتوا متضايقين ومخنوقين، لكن هو الشيء اللي بيضايقنا من جوانا ان كان في احلام كبيره قوي، وفي نفس الوقت الاحلام دي طارت وحصل اللي هو الايقاف دوت، اللي هو لجنه جت ومش المجلس. فالناس شعرت انها مؤامره، وشعرت ان احنا لسه هنبدا تاني من اول الصفر. لا، احنا عندنا فريق محترم، عندنا فريق كبير قوي، الدنيا اتغيرت تماما خالص، بقى عندنا ميزانيه محترمه جدا نقدر من خلالها نجيب افضل لعيبه. احنا في صفقات، انا عايز اعرف بقى افضل اللعيبه اللي جايين في السكه. يعني الاهلي عمال يقول كده عن صفقات وحاجات كده، الزمالك فين؟ الزمالك يمكن مع الظروف الصعبه اللي حصلت دي كلها، في لعيبه كانت معاره في انديه رجعت. يعني مثلا في لعيبه في احمد ابو الفتوح باك ليفت رجع بقى موجود مع عبد الشافي وعبد الله جمعه، ده كل ده دعم كويس جدا. رجع رؤى في نص الملعب مع طارق حامد ومع اساس العيب، من اللعيبه المميزه جدا في نص الملعب. المسلوسي لعيب التونسي جه برضه بيلعب باك رايت، هيبقى موجود مع حازم امام ومع احمد عيد بشكل كويس. ادي ثلاث يعتبر كصفقات، وفي لعيبه كمان معاره ممكن يبقى التفكير فيهم، وفي صفقات ثانيه في محترفين او نادي بره هيبقى في تفكير في ده بقى، ويعني في اتصالات بتتم دلوقتي في مراكز معينه. ممكن يبقى تلاقي لعيب مثلا صانع العاب مثلا كبير او مميز، او ممكن يتواجد الزمالك محتاج ده بشكل كويس جدا. طب شايف الزمالك محتاج مين وفين؟ يعني في اي مراكز؟ ما هو الزمالك كنا بنتكلم ان هو كان محتاج في قلب الدفاع، يعني محتاج مدافع على مستوى عالي جدا. طب مع مين؟ اولا الونش طبعا واحده من افضل مواسم موجود يعني بشكل كويس، محمود علاء موجود، محمد عبد الغني موجود، محمد عبد السلام، محتاجين برضو مدافع على مستوى، مدافع دولي على مستوى عالي جدا. كويس. نص الملعب خلاص لما رجع رؤى مع طارق مع ساسي، تحسبا ان ممكن
ساسي ممكن يبقى فيه احتراف في وقت من الاوقات، مش انا بقول دلوقتي مكمل، بس في اخبار مكمل ولا لا؟ ما موجود ساسي، لان كان في الفتره الاخيره قبل ما المجلس طبعا اتوقف كان في تجديد لساسي وانه مكمل بشكل كويس. طبعا كان في تفكير بشكل كويس. واعتقد ان هم هيدرسوا الامور دي كلها بالنسبه للعيبه، لان في محورين بتمشي فيه، ان انا رقم واحد انا حافظ على التوليفه دي ما العبش في الفرقه، وان انا فركش الفرقه عشان انا عندي تحديات وعندي بطولات، لان الجماهير كمان ورايا مستنيه. طب ما تكلمني بقى على التحديات والبطولات اللي جايه، يعني لو اتكلم مثلا على بكره، ماتش بكره هنتكلم بكره، احنا دخلنا دلوقتي خلصنا بطوله افريقيا، داخلين في بطوله كاس مصر. احنا بنلعب في الدور قبل النهائي مع طلاع الجيش. لو ربنا وفقنا ان شاء الله هنجتاز وهنوصل نلعب نهائي تاني مع النادي الاهلي. عايزين تاني. شفتي بقى ازاي؟ ده يبقى جميل. لو الاهلي كسب طلائع الجيش. الاهلي لو كسب الاتحاد. والاتحاد. هيتقابلوا الاثنين في النهائي يوم 5 ديسمبر. عجبنا احنا حته ان الاهلي والزمالك يتقابلوا مع بعض. يتقابلوا تاني. فده يبقى ساعتها هيحصل. والناس لازم تتعود على ده، لان حتى في اسبانيا ريال مدريد وبرشلونه ممكن يتقابلوا في الموسم 6-7 مرات. وامور طبيعيه. فاحنا ممكن نتقابل، هتلاقي ممكن الزمالك في المباراه دي وارد في كاس مصر، وهو الفتره اللي فاتت الزمالك مستحوذ على كاس مصر، لكن ده مش سبب، لان مباراه الاهلي والزمالك خارج التوقعات. انما لو اتقابل الاهلي مع الزمالك مره ثانيه، خطه اللعب بطريقه الاداء، تفتكر هيبقى في زي دروس مستفاده؟ هيتغير الكلام ده؟ طبعا المدرب طبعا هيشوف الاخطاء في هذه المباراه. يعني كل الناس كانت بتنادي ان كاسونجو ما كانش يبقى تغييره، لكن هو في المطبخ على فكره، الناس مش واخده بالها، ونجم راجع من اصابه، ونجم كان على الدكه احتياطي، ممكن ان هو يدفع بيه، بس ممكن يكون في شك شويه انه قعد مع الدكه ياخد ربع ساعه لساعه، بس الخوف ان لو نزل ممكن الاصابه تتفاقم. حازم امام كان ممكن ينزل يبقى ليه دور مهم جدا، بس حازم بقى له فتره بعيد. الكل كان قاعد بينادي بحازم امام. صحيح. لانه كان فتره بعيد قوي. بعيد. حازم قال له فتره طويله وبعيد، فالنواحي البدنيه عنده مش عاليه جدا، ولسه احساس المباريات مش موجود بشكل كبير جدا. فكاسونجو كان مستمر في المباريات، فعشان كده دفع بيه، لكن مش موفق. والتوفيق نفسه ما كانش موجود مع نادي الزمالك في كره زيزو وكره مصطفى محمد. كره زيزو اللي في العارضه، وكره مصطفى محمد الانفراد اللي مسكها الشناوي. لو كان واحده من دول قويه قوي، كانت قويه محترف. لو كانت واحده من دول كانت دخلت، كان ممكن الدنيا اتغيرت. وانا بشوف ان التوفيق كان موجود مع النادي الاهلي، لان ما كانش افضل من نادي الزمالك. ليه التوفيق كان موجود؟ لان الهدف بتاع قفشه كان هدف قاتل في وقت قاتل، صعب التعويض. اعتقد لو كان الهدف ده كان بدري شويه، كان ممكن الزمالك قادر على انه يرجع للمباراه بشكل كويس. لكن خلينا نقول لك، لو في وقت اضافي وضربات جزاء كان ممكن الدنيا بالزبط. تختلف تماما. لكن مبروك للنادي الاهلي، احنا اتبسطنا. وان البطوله عند مصر، بنبارك للنادي الاهلي على البطوله، وانها في مصر زي ما قلت يا استاذه لبنى، انها في مصر. مبروك للنادي الاهلي وخلاص الدنيا، ونتمنى له التوفيق في اللي جاي. الزمالك لازم اللعيبه، يعني لما اكون عندي حلم وعندي امل وبيروح مني، لازم ما يعديش 48 ساعه اروح اشتغل تاني الشغل، استمر في الشغل. هو ده لعيب الكوره، ان الحياه مش هتقف، لازم استمر واكمل. والجماهير حتى كمان، انا كتبت في بوست كده ان الجماهير لازم، طبعا المدرج مش موجود، كنت اتمنى المدرج يكون موجود في ملعب نادي الزمالك، عشان الجماهير كانت دايما بورانا يا استاذه لبنى. لما كنا بنلعب بتيجي بتأزرنا في المدرج، بتفرق معانا 360 درجه، لانه لما بيجي ازرنا ويبقوا بيساندونا وبيدفعونا وبيثقوا فينا وبيحبونا وبيهتفوا لينا، بننسى تماما خالص ان احنا راحت مننا البطوله الافريقيه. والله يا كابتن، عارف حتى احنا واحنا قاعدين في البيت بنتفرج على التلفزيون، لما بتسمع صوت التشجيع في المباراه، احنا نفسنا بنبقى حاسين بالحماسه وحاسين باجواء المباراه، فما بالك باللعيبه على الارض. يعني نتمنى ان شاء الله ده يختلف. طيب انا عايزه بس انوه واقول انه كان المفروض يكون معنا دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وكان طبعا وجوده مهم جدا للحديث معنا عن هذا الملف والاجابه عن اسئله بتدور طبعا في اذهان جماهير نادي الزمالك. لكن الحقيقه يعني زمايلي تواصلوا معاه، الحقيقه يعني هو ما بتاخرش ابدا، ودايما بيكون معانا والاوقات طويله وبيشحن على كل التفاصيل، لكن يعني هو بيبدي اعتذاره نظرا ان هو مشغول دلوقتي في دوري الوزارات، ففي دوري بين الوزارات المختلفه دلوقتي، فطبعا سياده الوزير بيتابعها. ايه النهائي بين وزاره النقل ووزاره الثقافه. طيب خلينا بقى نشوف الدوري بتاعنا. احنا اتكلمنا على كده عن الكاس، الدوري برضو والاستعداد ليه وشايفه ازاي والمنافسه وهتعملوا ايه؟ انا كنت بتكلم على جزئيه الدوري العام، كنت دايما باكد حتى في كلامي، انا باكد في كلامي ان لازم لعيبه الزمالك تركز قوي في الدوري العام، لانها البطوله المحببه والاصيله والشرعيه
بالنسبه للناديين للاهلي والزمالك، الصراع المستمر بينهم على البطوله المحليه زي الدوريات العالميه كلها. لكن انا بشوف ان الزمالك اثر في 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 بطوله الدوري من البدايه، وكان التركيز الكبير قوي على البطوله، على البطوله الافريقيه. وفي نفس الوقت انا لما بلعب على كارت واحد غير ما بلعب على اثنين وثلاثه بيبقى عندي فرص اكبر. لكن انا لعبت على كارت البطوله الافريقيه وشعرت ان انا هجيب البطوله الافريقيه، وفي كره القدم ما حدش بيضمن ابدا طبعا. فراحت كمان البطوله الافريقيه، فدول اكبر بطولتين بالنسبه للاهلي والزمالك. النادي الاهلي استحوذ عليهم، يعني خد الدوري العام وخد البطوله الافريقيه ابطال الدور، ودول اكبر بطولتين. الزمالك بدا المشوار، يعني ابتدى المشوار ببطولات السوبر الافريقي والسوبر المصري مع الترجي ومع النادي الاهلي، والاهلي نهى ببطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه ابطال الدوري. يعني في النهايه هتلاقي الاهلي والزمالك هم اللي استحوذوا على البطولات خلال الموسم. بدايه الموسم الجديد احنا بننهي بقى الموسم ده اللي هو فيه كان فيه الاربع بطولات دول، اثنين للزمالك واثنين للاهلي، بننهي ببطوله كاس مصر اللي هي هيبقى النهائي يوم 5 ديسمبر. يعني بنتمنى لكل الفرق التوفيق، عشان ما نقولش احنا الاهلي والزمالك هيبقوا في النهائي، لا، بنتمنى التوفيق برضو النادي الاتحاد، بنتمنى التوفيق النادي طلع الجيش. وبعد كده هنبدا الدوري العام في اعتقد في 11 ديسمبر هيبقى بدايه الموسم الجديد. وفي نفس الوقت هنخش كمان الاهلي والزمالك، كل الامور استقرت برضو والبطوله الافريقيه، يعني التمهيدي بتاع البطوله الافريقيه الجديده بالنسبه للاهلي والزمالك. لان الاهلي خد البطوله ابطال الدوري، طلع اول، خد الدوري اول، والزمالك كان الوصيف الثاني، فالاثنين بيلعبوا ابطال الدوري في البطوله الافريقيه. فهنا هتلاقي برضو في تحديات ثانيه جايه في بطولات اخرى، هتلاقي الزمالك داخل برضه في الدوري العام، وهتلاقي الزمالك داخل في البطوله الافريقيه وهكذا. طيب في وسط الاجواء دي والمباريات الكتيره اللي داخلين عليها والبطولات، الكلام اللي عمال يتردد ان مدرب نادي الزمالك هيمشي، باتشيكو مكمل ولا لا؟ لا، مكمل باتشيكو. مكمل باتشيكو، وانا مع الصوت ان باتشيكو يكمل. يعني ليه؟ لان انا بشوف ان موسيماني كان موفق جدا في شهرين وخد بطولات. انا بشوف ان باتشيكو ادى اداء رائع جدا في التصفيات الافريقيه لحد ما وصل للمباراه النهائيه، لكن محتاج وقت كبير جدا، ان كلها دروس مستفاده. حتى المباراه النهائيه وادى، هو عمل اللي عليه، اللعيبه عملت مباراه كبيره جدا، لكن ما اعتقدش ان كان في تقصير من عنده الا ممكن في خطا. هي الكوره كده مكسب وخساره، ويعني طبعا كل حد بيتعصب، بس التعصب المحمود اللي هو بدون اساءات وبدون تطاول او تجاوز من اي نوع، لانه طبعا ده بيسيء لينا جميعا. كل التوفيق ان شاء الله للكره المصريه بشكل عام، وللنادي الاهلي ونادي الزمالك وكل الانديه اللي بتشتغل على نفسها لصالح ان كره القدم المصريه يكون ليها وضعها وليها مكانتها في القاره وفي العالم كله. كابتن عصام، شرفتنا ونورتنا، وكل التوفيق لحضراتكم باذن الله. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا النهارده. كابتن عصام مرعي نجم نادي الزمالك، شكرا جزيلا لسيادتك. بشكر حضراتكم كده، ونكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. بكره يوم جديد في الحياه اليوم، نشوف حضراتكم على كل خير باذن الله يا رب.